أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد المغرب وبعد الفجر، فما صحته؟ وإن كان صحيحا هل يعمم على جميع الصلوات الخمس؟ هذا الذي ورد غير معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه رفع يديه بعد صلاة الفريضة، فهذا غير صحيح. نعم.